أهنئ جمال سجتي بالميدالية البرونزية اللي تحصل عليها في 800 متر نهائي في أولمبياد باريس. والله السباق كان سريع جدا، وكنا نتمنى أكثر وأحسن لسجتي لأنه أحسن واحد على المستوى العالمي، فاز بكل السباقات. وأنا أقول أن سباق تكتيكي لربما كلفه خسر الميدالية الذهبية. كنا نشوفه في التصفيات يعني فاز بكل سهولة، وفي النصف النهائي، أما النهائي كنت نتوقع أنه يعني يكون في المقدمة مع الرياضيين الكندي والكيني لأنهم أحسن رياضيين على المستوى العالمي، ما كنت نتمنى يبقى في الكوكب الأول وما يخليش تغرى مسافة كبيرة وبينه وبين الرياضيين. ولكن للأسف، للأسف الشديد، أن الخطة التكتيكية كلفته خسارة الميدالية، ولكن سجلته يبقى رياضي كبير بحصوله على الميدالية البرونزية. والأخطاء هذه إن شاء الله يتعلم منها في المستقبل، لأن عنده بطولة أولمبية وما زال في شبابه. إن شاء الله الأولمبياد المقبلة بحول الله إن شاء الله يكون عمل مستمر، تدريب مستمر، ويركز على المنافسات الرسمية ويتعلم الأخطاء تاعه، وبالتالي إن شاء الله يكون يعني أحسن واحد. حتى نتمنى إن شاء الله في المنافسات المقبلة حتى من الرقم القياسي العالمي. 800 متر يعني تتويجها بالميدالية البرونزية ماهيش جديدة، ولكن سجلت كنائب بطل العالم. عندنا كذلك سعيد القرني اللي هو بطل العالم، يعني 800 متر دائما نقول ألعاب القوى لها الحصة في شرف رياضة الجزائر. نتمنى إن شاء الله الرياضة ألعاب القوى في كل اختصاصها إن شاء الله تتحسن وتعطي تشريف أحسن للجزائر وكذلك لكل الرياضات. مرة أخرى هنيئا لسجتي وتحيا الجزائر، وإن شاء الله المستقبل يكون ظاهر للرياضة الجزائر. شكرا.